الميزة فيه إنه الريادة وهي يعني دعم لشركة سعودية رائدة ومميزة، يعني يحتاج إنه ينتقل على المرحلة القادمة اللي يقولونها إنه يكون ملتقى مبادرات، بعد كذا يبدأ في تحالفات، يبدأ في شركات قائمة منها. وطبعا أنا من ناحية أرجع وأدعم وأكد على الدعم للمسؤولية الاجتماعية، واللي هو هذا هدف من وجودي ودعم الشركة. طبعا يعني كلمة تاجر تتكون من 4 أحرف: التاء التقوى، الألف الأمانة، الجيم الجرأة، الراء الرحمة. فإذا تكون هذه الأحرف هذه والصفات هذه تكون يعني كانت في الشخص نفسه، يعني ربي سبحانه بيوفق له وبيبارك له. اللقاء بين رجال وسيدات الأعمال المتخصصين في مجال السياحة والاستثمارات هو أول لقاء تنظمه شركة سلطان بن خميس. بإذن الله تعالى هذا اللقاء حيكون بجدولة محددة سيتم العمل عليها، غالبا راح يكون كل 3 شهور تقريبا في عدة دول، سيتم تحديدها لاحقا بإذن الله تعالى.